يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سيغادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الخميس الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري متوجها الى المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ليتراس وفد مملكه البحرين المشارك في اجتماع مجلس جامعه الدول العربيه على مستوى القمه في دورته العاديه الثانيه والثلاثين وذلك تلبيه لدعوه كريمه تلقاها جلالته من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله رافقت جلاله الملك المعظم السلامه في الحل والترحال